شو أقول عن مسالم؟ لو أصفصف كلام ما هو قدرها، لو أقرأ كتاب من الألف للياء هم ما هو قدرها. أم سالم أخت، أم، خالة، عمة، كل شيء لي بالدنيا. أم سالم عشت معها أنا. أم سالم إنسانة غير، تعلمت منها المسرح، مع أنها هي امرأة لكن أنا تعلمت منها المسرح. كنا نتقبل من الجيل هذا الحركة على المسرح من غير المخرج، لأن هم سابقيننا في المجال هذا، وتعلمنا منهم الكثير. دشت بيتنا حتى لو أنا مو موجود بغيابي، دشت بيتنا، دشت عند عيالي، دشت عند زوجتي، دشت عند أهلي، زرعت الفرحة والبسمة لهم، لأنها من القلب تقول. وأول امرأة تقدم عمل علشان العنصر النسائي إنه يدش مجلس الأمة، والحمد لله الله يرحمها محمد رشود كتب النص هذا وهي قدمته على المسرح. وبعد العمل هذا وفعلا لقينا المرأة أنها تدخل مجال السياسي وتناطح الرجال، والحمد لله على كل حال. الفنان يشكي ما بداخله ويشكي ما بداخل شعبه وجمهوره. الفنان هو اللي يقدمه على المسرح مو عشانه، عشان جمهوره وشعبه. لكن الحمد لله أم سالم تركت بصمة طيبة، الله يرحمها ويغمد روح الجنة، يطول لي عمرك. سلم وشكرا.